الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أهلا وسهلا بكم أعزائي الحضور، أخواني الأعضاء في النادي السعودي لرأس المال البشري بهذه الليلة المباركة الطيبة. نستضيف الأستاذ رامي أبو سبيت. الأستاذ رامي أبو سبيت خبرة أكثر من 25 سنة في شركة أرامكو، يشغل الآن منصب إدارة المواهب، قائد إدارة المواهب في شركة بتروكيماويات في شركة أرامكو أو أرامكو البتروكيماويات. يتحدث معنا هذا اليوم في موضوع شيق وجميل وفي هذه الندوة وفي هذا المساء الرائع الجميل عن الانبوردينج أو التأهيل، برامج التأهيل والتوجيه المثالية للموظف الجديد. وهو موضوع مهم في الحقيقة، يتطرق لها كثير من الشركات والمنظمات، وهي كرسالة موجهة من الشركة للموظف الجديد في استقطابه وفي حضوره. الحقيقة أننا نرحب بالأستاذ رامي جميعا باسمنا وباسم النادي السعودي. حياك الله يا أستاذ رامي، ويا باري القوس بريا لست تحسنه لا تفسد القوس وعد القوس باريا. سنسلم كل مايك الآن للحديث عن هذا الموضوع الشيق، ونحب أن نوجه يا أحبة إلى أن الأسئلة والاستفسارات تكون عن طريق أيقونة الـ Q&A اللي هي الأسئلة والأجوبة Question and Answers، و بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عندنا مجموعة وقفات للأسئلة، فاللي يبي يسأل لا يرسل على الشات أي شيء، فقط أرسلها على الأيقونة الANQ. تفضل يا أستاذ رامي، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً أستاذ سعد، وشكراً للنادي السعودي لرأس المال البشري. أول شيء قبل ما أبدأ، ما أدري إذا الصوت واضح ولا لا، تسمعني أخ سعد، الأخوان والأخوات اللي معانا ما أدري يسمعون ولا لا. صوتك واضح يا أستاذ رامي، تفضل. واضح، نعم. طيب، نعم، ممتاز ممتاز. أولا شكرا على هذه الاستضافة زي ما قلت، وحب يعني أنوه أن هذه يعني أول محاضرة لي في محاضراتي السابقة كانت كلها وجه لوجه، وسبق أني يعني سويت محاضرات كثيرة في العديد من المؤتمرات الخارجية والداخلية، ولكن هذه أول محاضرة لي بالعربي، وأول محاضرة أيضا أقدمها أونلاين، وهذا شرف لي الحقيقة وشيء يسعدني الواحد ينوع يعني في المحاضرات. و شغلتين أحب أذكرهم قبل ما أبدأ في المحاضرة اليوم. يعني المحاضرة هذه يعني تم حجب بعض المعلومات السرية منها، طبعا تعرفون بسبب يعني واضح طبعا أن ما أقدر أشارك هذه المعلومات، لكن إن شاء الله المعلومات اللي بتكون موجودة معلومات قيمة للجميع. الشغلة الثانية اللي هي يعني أنا عندي مشكلة حقيقة مع المصطلحات العربية، فأنا حاولت أني أعرب المحاضرة، وبما أنها أول محاضرة بالعربي أتمنى أنكم تعذروني يعني على أي تقصير مني في هذه المحاضرة. طيب إن شاء الله خلونا نبدأ. أسلم أخ سعد، إن شاء الله ما يكون فيه إن شاء الله إلا كل خير، وإذا احتجت أي دعم باللغة العربية فراح نشوف من الأساتذة من اللي عنده في المصطلحات. ما نستغني، انطلق وإن شاء الله ما قدامك إلا نور أستاذ رامي، حياك الله. الله ينور عليك وعلى الجميع إن شاء الله. طيب خلونا ناخذ سيناريو سريع يعني قبل ما نبدأ بالمحاضرة. خلونا نتخيل شخص أول مرة يداوم، توه متخرج، رجل أو امرأة تخرج وجاء داوم أول يوم، ما يعرف وين يروح، ما حد استقبله، وبعد السؤال عدة أسئلة وصل إلى الإدارة اللي هو راح يداوم فيها. لما وصل
قاعد يسأل لما تعرف على مين الشخص اللي مسؤول عن الموارد البشرية، وبعدين لما وصل الموارد البشرية وضح إن كان هذا الشخص متفاجئ بوصوله، وبعدين ما لقى كمبيوتر، ما لقى مكتب، ما يعرف وين بيداوم بالضبط، ودوه مكتب الكمبيوتر مو شغال، التليفون مو موجود في المكتب. يعني هذه أمور حقيقة تمر في كثير من المنظمات، وكثير من المنظمات حتى لو كانت متطورة أحياناً يكون عندها قصور في هذه العملية. وهذه طبعاً هنا تجي أهمية برامج التأهيل والتوجيه المثالية للموظف الجديد. خلونا نستعرض مع بعض المحاور للقاء اليوم. المحور الأول طبعاً راح نتكلم أول حاجة عن إيش برامج التوجيه والتأهيل، تعريفها طبعاً، بعدين الغرض من هذه البرامج، وبعدها ليش نحتاج التوجيه والتأهيل، وراح أرفق إحصائيات عن توضح أهمية هذا الشيء. بعدين راح نتكلم عن قسم مرة مهم في البرنامج اللي أنا طبقته، اللي هو قائمة المعلومات الأساسية واللي يسمونها التشيك ليست. بعدها راح نتكلم عن قسم ثاني برضه من البرنامج اللي أنا طورته، اللي هو برنامج التدريب والتطوير. طبعاً البرنامج ينقسم إلى قسمين، قائمة المعلومات الأساسية وبرنامج التدريب والتطوير. وأخيراً راح نتطرق إلى أهم شيء تقريباً في البرنامج، واللي هو نظرة عن البرنامج والديمو، يعني سريع يبين لكم كيف يعمل البرنامج. طبعاً قبل ما أبدأ هذا اللقاء، يعني أنا أحب أقول لكم إن يعني هذا البرنامج واحد من يعني المشاريع اللي واجد أعتز فيها، لأن يعني أنا عملت عليه أولاً بنفسي والوحدي تقريباً، ويعني أحياناً المشروع يكون الواحد يحط فيه أكثر من مهارة تعلمها وأكثر من شغلة تعلمها، ويعني يطلع البرنامج ويلاقي صدى كبير ويحصل على جوائز يعني من برا المملكة، وهذا شيء جميل جداً. يعني فنبدأ أولاً نعرف إيش هو الأورينتيشن أو التوجيه. التوجيه هو عملية تعريف الموظفين الجدد بالوظائف والزملاء في العمل ومسؤولياتهم ومكان عملهم. فزي ما قلنا، يجي الموظف الجديد ما يعرف زملائه، ما يعرف المسؤوليات، ما يعرف وين يعمل. فهذه تتيح للموظفين فرصة الشعور بالراحة داخل الفرقة والإدارة وأدوارهم. طبعاً هذا يجيب على أي أسئلة أو مخاوف عند الموظف أو الموظفة. وأنا حقيقة استقبلت ناس كثير يعني جايين لأول يوم عندهم ارتباك، عندهم أسئلة كثيرة، عندهم مخاوف كثيرة، ويخليهم على دراية بسياسات الشركة وتوقعاتها. وهذا طبعاً يسهل على الجميع من ناحية المنظمة ومن ناحية الموظف نفسه. نجي على الأونبوردينج. طبعاً في فرق بين الأورينتيشن والأونبوردينج. الأونبوردينج شيء آخر، اللي هو برامج التأهيل. تأهيل الموظفين الجدد هو عملية دمج الموظف الجديد مع الشركة وثقافتها، وهذا شيء يعني ما يجي من أول يوم، هذا شيء يحتاج وقت طويل على بال ما الموظف أو الموظفة يندمجون مع الشركة وثقافتها، بالإضافة إلى حصول على توظيف جديد للأدوات والمعلومات اللازمة ليصبح عضو منتج في الفريق. وهذا شيء الآن راح نتكلم عنه في الخطوة الجاية، يعني كيف تأثير هذه البرامج على الإنتاجية في المنظمات. طبعاً هذا التعريف اللي تشوفونه قدامكم هذا جاي من SHRM أو SHRM، وتعريف موجود في موقعهم الرسمي. يقول الموظفون وخبراء الموارد البشرية، توظيف الموظفين الجدد في المؤسسة يجب أن يكون عملية استراتيجية
تستمر لمدة عام واحد على الأقل، لأن كيفية تعامل أرباب العمل مع الأيام والأشهر القليلة الأولى من تجربة الموظف الجديد أمر بالغ الأهمية لضمان الاحتفاظ العالي بهؤلاء الموظفين. فإحنا اليوم راح نركز على شغلتين: الإنتاجية في الفريق والتأثير على الاحتفاظ العالي بهؤلاء الموظفين والموظفات. طيب، نجي للغرض من هذه البرامج: تعريف الموظفين الجدد المحولين أو المحولين بطبيعة العمل. يعني إحنا لما بدينا هذا البرنامج بديناه تقريباً في 2012، طبعاً ما كان بالشكل هذا، كان عندنا مجموعة كبيرة جداً من الموظفين الجدد. استقبلنا يعني في خلال أقل من سنة أكثر من 55 موظف تقريباً، وبعدين السنة اللي بعدها زاد عندنا العدد الضعف، وبعدين في خلال 3-4 سنوات صار عندنا عدد تقريباً 160. فإذا يعني لما جينا في البداية قلنا كيف إحنا نقدر أصلاً نستمر بدون ما يكون عندنا orientation program يعني يخدم هذول الموظفين الجدد اللي أو اللي يتحولون من إدارات ثانية ويعرفهم بطبيعة العمل. فهنا بدت الفكرة طبعاً. الشغلة الثانية يعني لازم، أو لما بدينا نفكر قلنا أول حاجة نسويها إن إحنا ننشئ check list أو قائمة بجميع المعلومات والمسؤوليات قبل وصول الموظفين وبعده، وبعدين تقديم نظرة عن السلامة وأهميتها. والسلامة جداً مهمة خصوصاً للناس اللي توهم يعني ينضمون للمؤسسات، والمؤسسة كثير تعتمد على السلامة. إذا كنت يعني في مؤسسة صناعية مثلاً أو تعتمد على السلامة بشكل كبير، فيعني السلامة من أهم الأشياء الواحد لازم يهتم فيها، لأن أثر السلامة طبعاً على سير العمل راح يضطر الواحد لا سمح الله إنه يصير فيه تعثر في سير الأعمال، الشركة تخسر كثير طبعاً على الموظف المصاب أو الموظف المصابة، وأشياء كثيرة يعني ما تخفاكم عن السلامة وأهميتها. غير أن يعني الموظف مهم أن يكون في راحة نفسية أصلاً عشان يقدر ينتج. أيضاً من ضمن الأهداف والغرض أن إحنا نوفر منصة تدريب وتطوير للموظفين الجدد تتضمن تدريب بنظام جدارات وسلوكيات الشركة اللي هي السلوكيات الأساسية والقيم والكفاءات. طبعاً الهدف كان أن إحنا مش بس أن إحنا نعرف الموظفين الجدد بالشركة وكيف عمل الشركة وندمجهم، برضه ندربهم. ويعني كان العدد كبير، فكان في صعوبة جدا في ان احنا نوفر لهم اماكن تستقبلهم لتدريبهم. وكان البزنس اللي احنا فيه بزنس جديد اللي هو بتروكيماويات، ويعني ما كان في اصلا داخل أرامكو اي مكان ان احنا نقدر نوديهم معمل للبتروكيماويات مثلا، لان معروف ان أرامكو ما فيها بتروكيماويات في ذاك الوقت. ايضا خلق الوعي حول سلوكيات الشركه، وهذا جدا مهم. طيب، في سؤال قبل ما نروح للنقطه اللي بعدها. الله يعطيك العافيه يا استاذ رامي، وتزاك الله خير. الحقيقه ما في اسئله في الانكيو فيتشرز، لكن انا اقول نواصل، واذا حصل هناك اي استفسار او سؤال فان شاء الله راح نشعرك فيه. جميل. طيب، عموما احنا راح نوقف مره ثانيه، فجهزوا اسئلتكم، الناس اللي عندهم اسئله وجهزوا اسئلتكم للتوقف القادم ان شاء الله. طيب، الان قلنا احنا راح نركز على نقطتين في التوجيه والتاهيل. النقطه الاولى
اللي هي الأداء والإنتاجية وأثر التوجيه والتأهيل على الأداء والإنتاجية. والنقطة الثانية هي المحافظة على الموظفين والدوران. طبعاً الأولى هي الperformance والproductivity، والثانية retention والturnover. طيب نجي على الأداء والإنتاجية. من ضمن الإحصائيات أن هناك فرصة في أفضل الشركات، طبعاً نتكلم عن الشركات الكبرى، بنسبة 35% أن يبدأ البرنامج قبل اليوم الأول. وهنا الخطأ الكبير اللي يسوونه كثير كثير من الشركات، إن إذا جاء الموظف نبدأ نستقبل الموظف هذا ونبدأ نرحب فيه ونبدأ يعني نعمل زي ما يقولون الجو، يعني نهيئ له الجو وقت وصوله. والصحيح إن البرنامج يبدأ قبل اليوم الأول، يعني قبل وصول الموظف أو الموظفة. فهذه واحدة من الأشياء. الشغلة الثانية اللي هي الشركات تحصل على 50% إضافة في إنتاجية الموظفين الجدد، الشركات اللي تطبق هذه البرامج، ففي زيادة واضحة حسب جميع الإحصائيات في إنتاجية الموظفين. أيضاً الحصول على إتقان عالي في العمل، ف34% أسرع طبعاً إتقاناً عندما يطبق برنامج تأهيل أطول. فكل ما طال برنامج التأهيل اللي هو الأونبوردينج، كل ما كان الإتقان أعلى في العمل، لأن بطبيعة الحال يزيد اندماج الموظف، أو اللي يسمونه بالإنجليزي Employee Engagement. فلما يزيد Employee Engagement عند الموظف يزيد الإتقان عنده، وتزيد الإنتاجية، وتزيد أشياء كثيرة للموظف. أيضاً رضا المدراء، طبعاً فيه كثير من المدراء موجودين حاضرين معنا، فالمدراء يرتفع رضاهم بنسبة 20% عندما يطبق نظام توجيه فعال. فليه؟ لأن خلاص كل المخاوف تنتهي من الموظف، الموظف يتم توجيهه بشكل صحيح، يتم تعريفه بالسلوكيات الصحيحة للمنظمة، يتم تعريفه بالأهم القواعد والبوليسيز حقة الشركة والبروسيجرز. فيعني خلاص يجي الموظف جاهز ومتعلم على معظم الأشياء اللي المفروض يعني يعرفها، ويصير المدير متفرغ لإعطاء المهام للموظف، وتزيد عنده الإنتاجية ويزيد الرضا. أيضاً نتكلم عن التيرنوفر الآن. فنسبة بقاء الموظفين ترتفع بنسبة 69% للسنوات الثلاثة الأولى إذا طبق برنامج توجيه فعال. أيضاً عدم تطبيق هذه البرامج يتسبب في خطر فقدان 20% من الموظفين الجدد في أول 45 يوم. يعني تخيلوا أنتوا لو أنا أوظف 5 موظفين، واحد منهم يمشي في أول 45 يوم لو أنا ما طبقت برنامج توجيه. فهذه طبعاً نسبة خطيرة جداً، وهذه طبعاً إحصائيات عالمية يعني توضح لكم خطر عدم تطبيق هذه البرامج في أول 45 يوم أو حتى بعدها. يعني اللي بعدها تجي المحافظة على الموظفين، 50% أعلى في الشركات اللي تطبق هذه البرامج. يعني لو أنا ما طبقتهم ممكن أخسر 50% من موظفيني يعني على المدى الطويل. نجي على قائمة المعلومات الأساسية أو التشيك ليست. ناخذ أسئلة الآن أخ سعد، ولا ننتظر بعد الفقرة هذه؟ في سؤالين، أغلب الأسئلة يعني متقاربة من بعضها. سؤال يقول ما هو الفرق بين التأهيل والأورينتيشن؟ طبعا سؤال واضح وإجابته واضحة.
وآخر يسأل يقول أنا مسؤول توظيف وموارد بشرية، هل دوري في التأهيل وتوجيه الموظفين الجدد يكون من دور الإدارة في الموارد البشرية أو دور أي موظف ينتسب للإدارة التي توظف فيها الموظف الجديد؟ طيب، هل يمكن تطبيق هذه البرامج في الجهات الحكومية أو لا؟ طيب، الآن الفرق زي ما شرحناه في البداية بين الأورينتيشن والأونبوردينج أو التأهيل والتوجيه. التأهيل هو يعني وقت استقبال الموظف أو الموظفة، يعني دائما ينحصر في الفترة الأولى، يعني اللي ما تعدي تقريبا أسبوع، يعني نجي نشرح المعلومات الأساسية للموظف أو الموظفة. نتكلم مثلا عن الشركة، نتكلم عن مين مع مين راح تعمل، منهم زملائك، أشياء زي كذا، وين تجلس، هذا الأوفيس حقك، هذا يعني معلومات أساسية لازم يعرفها الموظف أو الموظفة. أما الأونبوردينج فهي عملية طويلة، أطول من كذا بكثير، يعني راح تعتمد على عدة برامج، مو شرط إنه يكون اللي موجود في هذا البرنامج اللي راح أشرح لكم إياه اليوم، بس ممكن تكون لو يكون عند الشركة مثلا برامج تدريب متطورة، يعني أو إن مثلا زي بعض الشركات أول ما يجي الموظف يستقبلونه وبعدين يودونه إلى عدة إدارات لازم يتعلم أشياء معينة على حسب تخصصه، يعني هذه اللي يسمونها الأونبوردينج. الأورينتيشن هي في الفترة الأولى، والأونبوردينج لا، برنامج على مدى طويل. السؤال الثاني اللي هو بالنسبة ل التوظيف، هل هي مين مسؤوليته؟ طبعا هل هي مسؤولية التوظيف، هل هي مسؤولية الإدارة، هل هي مسؤولية هذا؟ طبعا الموديل اللي راح نشرحه اليوم هو يعني يحدد المسؤوليات لكل يعني قسم مسؤوليته. ففي مسؤولية للموارد البشرية، في مسؤولية ثانية للناس ثانيين، وهكذا. ففيه يعني تنوع في المسؤوليات على حسب كل قسم ومسؤوليته. السؤال الثالث بالنسبة للحكومة، وهل تقدر تطبقه في الحكومة؟ نعم، تقدر تطبقه في أي مكان، وأصلاً هذا شيء أساسي ولازم يطبقونه كل مسؤولي الموارد البشرية من وجهة نظري. وأعتقد أن يعني أي منظمة ما يكون عندها onboarding أو orientation هي في خطر، حسب الإحصائيات اللي استعرضناها اليوم، لأن راح تخسر أشياء كثيرة. طبعاً أنا عندي محاضرة ثانية الحقيقة، لكنها يعني ما راح أتطرق لها اليوم. هي فيها حاجة يسمونها elements of onboarding، elements of engagement، آسف. فالengagement تتكون من أشياء كثيرة، وفي models كثيرة طبعاً موجودة عند ماكنزي وعند إيون هيويت وعند يعني شركات استشارية كبيرة عندها engagement programs، ولس تاورز واتسون عندهم، فكلها هذه مشهورة، ويعني يسوون engagement programs وعندهم يعني models مرة مشهورة. لكن أنا عملت دراسة على هذه المودلز واستخلصت منها أهم الإليمنتس حق الإنجيجمنت، واستخلصت منها 10 إليمنتس اللي هي يعني أهم الإليمنتس اللي ممكن الواحد يستخدمها في اندماج الموظفين، حتى لو ما كان من الموارد البشرية، حتى لو ما كان يقدر يتحكم في سياسة الموارد البشرية. يعني لو جبت لي واحد مثلاً مدير حق الإنتاج مثلا واستقبل موظف جديد، يقدر يطبق الـ elements of engagement هذه العشرة اللي في المحاضرة الثانية هذه، وينجح طبعا في الـ engagement حسب الدراسة.
يعني هذه الأسئلة، ما أدري إذا في أسئلة ثانية ممكن نتطرق لها ولا تبغون نكمل وبعدين نوقف كيف؟ تفضل يا أستاذ رامي كمل، وإذا فيها الأسئلة كثيرة صراحة، لكن حفاظا على الوقت سيتم إن شاء الله عرضها مؤخرا. تفضل طال عمرك. بإذن الله. طيب نجي على التشيك ليست أو قائمة المعلومات الأساسية. لما جينا عملنا مقدمة للشركة حطينا فيها طبعا تاريخ الشركة والهيكل التنظيمي، المسؤوليات والإجراءات والسياسات أو اللي يسمونها البوليسيز والبروسيجرز، وحطينا الموظفين والإدارة الرئيسية، وأيضا تم اعتماد القائمة طبعا بعد دراسة، طبعا هذه التشيك ليست سويناها، سوينا دراسة الحقيقة تعبنا فيها كثير، ويعني أولا قارنا سوينا بنش ماركينج مع 3 إدارات داخل الشركة، وأخذنا أهم الممارسات في هذه الإدارات. أيضا رحنا إلى 6 جامعات أمريكية ودرسنا برامج التأهيل في هذه الجامعات. وتعرفون أنتم ليش يعني إحنا يعني اخترنا الجامعات، لأن الجامعات يستقبلون كثير من اليونج جينيريشن أو الجيل الجديد، ويستقبلونهم ويعملون لهم تأهيل، ويكون عندهم رهبة لأن هذول يكونون جايين يعني من الثانوية ويحتاجون تأهيل قبل الدخول إلى الجامعة. فرحنا أخذنا التشيك ليست حقتهم وسوينا ميكس، وبعدين قارناها مع أفضل ممارسات شعب، وطلعنا القائمة هذه. أيضا أضفنا عليها تركيز على السلامة في القيادة، مخارج الطوارئ، أرقام الطوارئ، نقاط التجمع، عناصر الأمان، مثلا زي نموذج السلامة في الشركة اللي هو السيفتي مانجمنت سيستم اللي موجود عندنا في الشركة، وراح تشوفونه بعد شوي. يعني طبعا زي ما قلت لكم في اشياء انا شلتها اللي اشياء السريه، لكن في بعض الاشياء راح اعرضها لكم. طبعا من ضمن الاشياء اللي اضفناها ايضا لهذه التشيك ليست اللي هي مقدمه لاساسيات مهمه مثل السلوكيات والقيم والجدارات، طبعا جدارات الشركه الاساسيه. نجي على برنامج التدريب والتطوير. هذا برنامج احنا دمجناه مع البرنامج الاساسي واستخدمناه للأونبوردي. فايش سوينا؟ احنا الناس اللي جونا جميع التخصصات والمجالات، يعني يجونا ناس فاينانس، ويجونا ناس اتش ار، ويجونا ناس يعني كيميكال انجينيرز وميكانيكال انجينيرز، ويجونا يعني من جميع التخصصات والمجالات. فكان صعب ان احنا نسوي اونبوردينج بروجرام لكل الموظفين كل واحد تخصصه. فاتخذنا قرار بالتركيز على كفاءات السوفت سكيلز او المهارات الشخصيه، وبعدها رحنا درسنا تعريف الجدارات المطلوبة في الشركة. يعني رحنا دورنا الجدارات اللي تحتاجها شركتنا وعملنا لستة وحصرناها إلى 18 جدارة. طبعا في بعض الجدارات تكون متشابهة، ولذلك احنا سوينا لها شورت لست وحصرناها إلى 18 جدارة. أيضا سوينا تعريفات لكل واحدة من 18 جدارة هذه، وسوينا حاجة يسمونها learning objective أو الهدف التعليمي. بعدين صنفنا البرنامج تحت 5 أبعاد، يعني سوينا dimensions يسمونها، خليناها كل مجموعة جدارات تحت واحد من الأبعاد هذه للتعلم. بعدين أنشأنا 4 أنواع من الأنشطة التعليمية. طبعاً أنت الآن حطيت learning objective أو هدف تعليمي،
لازم تحط أنشطة تعليمية للموظف أو الموظفة على أساس يتعلم. فمن ضمن الأشياء اللي سويناها حطينا دورات قائمة على الفصول الدراسية داخل الشركة طبعاً، تقام داخل الشركة اللي هي كلاس روم تريننج. وبعدين رحنا ودورنا دورات للتعلم الإلكتروني أيضاً داخل الشركة. أيضاً أنشأنا مهام، عملنا مهام تقريباً يعني معظمها كان من الصفر، سوينا تاسكس على أساس تدعم هذه يعني الأنشطة التعليمية أو الجدارات، هذه تدعم الموظف لتعلم الجدارات. أيضاً حصرنا مواد القراءة، من ضمن مواد القراءة طبعاً كتب متعلقة بكل جدارة من هذه الجدارات. حطينا الـ ISBN نمبر حق الكتب بحيث أنه يسهل على الموظف أو الموظف البحث عنه. وأيضاً وضعنا بعض المواد القراءة تكون متعلقة بالبوليسيز والبروسيجرز أو الـ نسيتها بالعربي. المهم أنها يعني البوليسيز والبروسيجرز أو أهم الأنظمة في الشركة. إيش سوينا؟ طبعاً هذه الدورات التعليمية الفصلية سحبناها من خرائط الجدارات. عندنا حاجة في الشركة يسمونها competency maps أو خرائط الجدارات بالعربي. هذه طبعاً عبارة عن مجموعة جدارات لكل وظيفة، وتكون خريطة كاملة بكل الجدارات موجودة في لستة. وبعدين لكل جدارة من هذه الجدارات في 4 مستويات للتعلم، وكل واحدة من هذه المستويات لها تعريف ولها يعني أنواع من الأنشطة التعليمية اللي تدعمها. ففي كورسات، في e-learning، في تاسكات، في مواد قراءة، في conferences، في certification، في أشياء كثيرة مرتبطة بهذه الخرائط للجدارات. أيضاً سحبنا التعلم الإلكتروني بعد البحث في القاعدة، قاعدة البيانات للتعلم الإلكتروني اللي موجودة في الشركة، وبحثنا ودورنا ولقينا يعني أنشطة تعليمية جداً مهمة من soft skills، من هارفارد مانجمنتر، من يعني كل الداتابيس أو قاعدة البيانات للتعلم الإلكتروني اللي موجودة في الشركة. أيضاً زي ما قلنا أنشأنا مهام من الصفر لتناسب احتياجات التطوير المحددة بكل جدارة. زي ما قلنا طبعاً هنا ما راح أكرر الكلام، مواد القراءة تشمل الكتب ونشرات السياسات والإجراءات المتعلقة بكل جدارة. طبعاً هذه اللي اوت اللي فيها كل الجدارات وأبعاد التعلم الخمسة. نبدأ بالديبارتمنت أورينتيشن، بعدين السيفتي، بعدين البزنس إكسلنس، وبعدها الكولابوريشن، وأخيراً الإيليرنينج، جروث أند ليدرشيب. وزي ما تشوفون موزع الجدارات، جدارات التعلم هذه كلها اللي تهمنا طبعاً إحنا على هذه الأبعاد. نوقف هنا ولا أقول لك؟ خليني أقول لكم أولاً طريقة تصميم البرنامج بعدها نوقف. طريقة تصميم البرنامج هي طبعاً الضغط على البعد التعليمي أو الجدارة، وبعدها يدخلك وتشوف أهداف التعلم لهذه الجدارة، وبعدها يجي نشاطات التعلم المرتبطة بهذه الجدارة اللي هي أما التعلم الإلكتروني، دورات تعليمية، مواد القراءة أو المهام. هذه يعني لو تشوفون، خليني أرجع بس خطوة، يعني هذه الآن البوكسز، وهذا برضه البعد، كلهم
أقدر أضغطهم وأدخل عليهم بطريقة يعني يسمونها بالإنجليزي interactive. أقدر أدخل عليها وأتصفحها بالشكل اللي يعني يساعدني في التعلم كموظف جديد. أي أسئلة؟ نعم الأسئلة الـ ANQ هذه شغال ما شاء الله تبارك الله، والتساؤلات كثيرة والاستفسارات واجدة. الله يعينك يا أستاذ رامي. سؤال، أنا صراحة أعتذر من الأخوة جميعا، أغلب الأسئلة ممكن جاوب عنها الأستاذ رامي في أثناء العرض، ولكن هناك أسئلة تستحق أنها تعرض أو تسأل، وسيتم إن شاء الله عرض جميع الأسئلة لاحقا. هل الانبوردينج يكون عند إحداث تغيير داخل المنظمة أم أنها شاملة من البداية وعند كل خطوة داخل المنظمة؟ لا هذه الانبوردينج لازم تكون موجودة، يعني لازم يكون عندك انبوردينج جاهز للموظفين قبل، يعني ما يحتاج يكون عندك أي تغيير في المنظمة على أساس يكون عندك انبوردينج، لأن هذه من الأساسيات في استقبال الموظفين. ولو تروحون تدورون أي موديل للموارد البشرية بتلاقون الأونبوردينج موجود فيه، وكذلك أي موديل للإمبلوي إنجيجمنت الأونبوردينج موجود فيه. فجدا ضروري الأونبوردينج والأورينتيشن لبقاء الموظفين، ومو شرط أن يكون برنامج تعليمي، يعني ممكن يكون الأونبوردينج حاجة يعني تاسك مثلا معين جاهز عند كل قسم. لكن أنا أشوف أن الواحد يعمل برنامج موحد لجميع الأقسام أسهل، وأسهل للإدارة إدارة البرنامج. يعني غير كذا يعني راح يكون جدا متعب، وحتى لو بغيتوا تحدثون البرنامج وتضيفون عليه يعني مهارات جديدة وأشياء جديدة راح يكون صعب إدارة البرنامج لما يكون الأونبوردينج موزع على أقسام كثيرة، وكل قسم يدير الأونبوردينج بشكل مستقل، أو كل نقول تخصص يكون عنده أونبوردينج خاص فيه، برضه يعني شوية صعبة. جميل. طيب سؤال، هل توجد إحصائية عن عدد الشركات التي لديها برامج تأهيل حقيقية احترافية؟ في إحصائية، طبعاً أنا ذكرت الإحصائية اللي هي بالنسبة للشركات الكبيرة ما تحضرني النسبة بالضبط، أظنها 30% يعني 30% من الشركات الكبيرة عندهم أونبوردينج، لكن حقيقة ما تحضرني إحصائيات، لكن فيه موجودة. ويعني أي يعني زي ما تقول إحصائية جديدة عن الـ Employee Engagement لازم يكون الـ Onboarding موجود فيها. طيب عندنا هنا جزاك الله خير سؤالين وسندمجها في سؤال واحد وبعدها ننتقل للنقاط الثانية. يقول متى بالضبط يبدأ البرنامج التأهيل؟ هل من لحظة قبول العرض الوظيفي؟ ثم يثني أحدهم بسؤال يقول هل هناك إحصائية للهدر في حال بدء البرنامج قبل مباشرة الموظف الجديد للعمل؟ طيب في حال اعتذر الموظف الجديد عن مباشرة العمل لأي سبب كان؟ طيب الأونبوردينج يعني كنصيحة شخصية أنا أقول إنه يعني يبدأ المفروض قبل وصول الموظف تقريبا بأسبوع، يعني يكون التجهيز يعني هل في مكتب للموظف، هل فيه مثلا كمبيوتر تليفون، هل الإدارة حقتها تدري أنه هو جاي ولا لا، يعني لازم يكون في هذا. طبعا بالنسبة للترحيب بالموظف يعني ممكن الواحد قبلها بيوم أو قبلها بيومين يتصل على الموظف ويرحب فيه، أو أنه يرسل له خطاب أو يرسل له إيميل أو يرسل له رسالة بالجوال من باب إظهار الترحيب بهذا الموظف أو الموظفة. طبعا الأونبوردينج زي ما قلنا من البداية المفروض أنه يبدأ قبل وصول الموظف مش وقت وصول الموظف. معلش بس السؤال اللي بعده ما جمعت في الأسئلة كلها. جميل. السؤال اللي بعده يقول
هل هناك إحصائية للهدر في حال بدء البرنامج قبل مباشرة الموظف الجديد للعمل؟ في حال اعتذر الموظف الجديد عن مباشرة العمل لأي سبب كان؟ لا ما تحضرني أي إحصائية ولا قد شفتها، يعني مع أني أنا أتابع كثير من الإحصائيات، لكن أنا نفسي ما يعني سبق أن سويت شيء، سويت يعني تحضير للبرنامج هذا واعتذر موظف. وأعتقد أن يعني يمكن الهدر اللي راح يكون ما يوازي أبداً أنك يعني زي السؤال، هذا السؤال بالضبط يذكرني بالسؤال اللي لو جاء اللي واحد سأل المدير وقال له طيب أفرض أن أنا الآن قعدت 3 سنوات أدرب هذا الموظف أو الموظفة وبعدين ترك المنظمة، فجاوب المدير قال طيب أفرض أن أنا ما دربته وقعد معي، يعني هذا نفس المنطق بالضبط، يعني البرنامج جدا مهم ولو ما سويته راح تخسر ممكن أكثر من أنك لو أنك سويته. يعني معروف التكلفة الكبيرة لتوظيف شخص، في حاجة اسمها background investigation، في حاجة اسمها sourcing، في حاجة يعني راح أنت تتعامل مع أشياء كثيرة حتى يصلك هذا الموظف أو الموظف. فأنا ما أعتقد أن في أحد راح يطلب مثلا كمبيوتر لشخص وإحنا مش متأكدين أنه بيجي ولا لا، يعني ما راح أطلبه مثلا قبلها ب3 شهور من وصوله، يعني شوية صعبة، يعني أتوقع بتكون يعني بيروقراطية كبيرة أني أنا أنتظر 3 شهور على بال ما يوصلني كمبيوتر. إذا كانت البروسس عندنا في الشركة بالشكل هذه فهذه مصيبة صراحة. طيب. جزاك الله خير يا أستاذ رامي، ونستكمل الآن الديمو وعندنا أسئلة إن شاء الله نرجئها إلى استكمال العرض القادم. تفضل طالب. إن شاء الله. طيب هذا شكل البرنامج الأساسي، يعني زي ما يستخدم، زي ما نستخدمه إحنا. فزي ما تشوفون، زي ما قلنا هذه الجدارات الآن كلها موجودة، وزي ما تشوفون أنا أقدر الآن أضغط هنا، شوفوا الماوس على طول تطلع معي أني أقدر أضغط هنا أو أقدر أضغط هنا على الجدارات. طبعا أنا مخفي بعض الجدارات يعني ومظهر بعضها عشان الديمو. فأنا الآن لو أضغط هنا مثلا على البزنس إكسلنس راح يدخلني ويوريني الجدارات اللي موجودة تحت البزنس إكسلنس. طبعا لما جيت أنا أصمم البرنامج هذا راعيت شيء مرة مرة مهم، الواجهة المستخدم أو اللي يسمونها بالإنجليزي User Interface. لازم تكون واجهة المستخدم موحدة سهلة وموحدة، ويعني زي ما يقولون straight forward. فأقدر أرجع من هنا للمين بيج، أضغط هنا يرجعني مرة ثانية، أضغط هنا على excellence على طول يطلع لي learning objectives. الآن هذا الأهداف التعليمية لتعلم هذه الجدارة. فالآن أقدر أرجع هنا إلى business excellence وأقدر أرجع للمين بيج وأقدر أروح للearning activities أو اللي هي المهارات أو ما أدري إيش نسيتها بالعربي. المهم إنها يعني الكورسات والإيلرنينج والأشياء المتعلقة بهذه الجدارة. طبعاً إحنا سوينا ميكس، يعني بعض الجدارات فيها إيلرنينج وتاسك وريدينج ماتيريال، بعضها فيها أشياء ثانية. طبعاً كان فيه هنا لينك يوديك على طول على الموديل هذا، بس هذا عشانه كونفيدنشال ما أقدر أشاركه معاكم. هذا اسم الكورس، وبرضه في لينك يوديك للكورس، وهذا التاسك. التاسك أنا حطيت هنا العنوان حق التاسك، ولكن المعلومات للتاسك أقدر أروح لها من هنا. لما أضغط هنا يطلع لي خطوات إنجاز هذه المهمة خطوة بخطوة.
فأقدر أرجع هنا مرة ثانية إلى بزنس إلى إكسلنس أو بزنس إكسلنس، أو أقدر أروح حتى للمين بيج أو أرجع للليرنينج أكتيفيتيز وأتنقل بينها وبين التاسك من هنا. ولو تشوفون الآيكونز ثابتة والإنترفيس واحد. أقدر لو أرجع الآن إلى بزنس إكسلنس مثلا أقدر أروح إلى الإنتجريتي هنا وراح يوريني شيء ثاني، نفس الشيء learning objective ثاني، ونفس الشيء هنا أروح على learning activities. ولو تشوفون هنا هذا reading material، هذا اسم الكتاب له علاقة بالintegrity زين اللي هو الethics، وهذا رقم الـ ISBN number، وهذا اللينك حق اللايبراري. يقدر الشخص يضغط هنا ويحط هذا الـ ISBN number وعلى طول يطلع له في أي مكتبة من مكاتب الشركة موجود هذا الكتاب الآن، ويقدر يطلبه ويوصله إلى عنده. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن الواحد يسويها. ممكن الواحد يحط حتى كتب يعني موجودة في مكاتب برا، يعني مو شرط تكون موجودة في المكتبة عندكم في الشركة. ممكن الواحد يحطها في مكتبة مثلا موجود في مكاتب خارجية من المكاتب الشهيرة، أو إن الواحد يحط مثلا policy وprocedure هنا، فيصير بالشكل هذا يقدر يوجه للموظفين انهم يروحون ويتعلمون عن هذه الجدارة او عن هذه المهارة، او يحط e-learning course من ضمن الشركات اللي انتم دائما تتعاملون معاهم. معظم الشركات يكون في بينهم وبين شركات ثانية عقود على اساس يوفرون لهم كورسات في مواضيع مختلفة. نرجع للمين بيج الآن راح أوريكم أول صفحة اللي هي Department Orientation. هذا أول يوم يوصل فيه الموظف هذه الأشياء اللي يشوف، هذا Learning Objectives. طبعاً فيه هنا Learning Activities، هذه اللي مهمة تعتبر أول ما يوصل الموظف أو الموظفة، اللي هي تتكلم عن Security يعني Computer Security وأشياء ثانية وكيف تحصل Access، وهذه موجود في بعض learning activities داخل الشركة مهمة أن الموظف يخلصها قبل ما يبدأ يداوم في الشركة. نجي على pre والpost arrival checklist. هذه اللي أقول لكم قبل وصول الموظف وبعد وصول الموظف، فإحنا سوينا لها حاجة سميناها pre-post arrival checklist، فسويناها بالشكل هذا زي ما تشوفون. هذه البري ارايفل قبل وصول الموظف او الموظفه، وهذه مجموعه المهام، مهمه الريبريزنتيف او الشخص اللي مسؤول عن الاورينتيشن. هذا الشخص هو اللي بيعطي الاورينتيشن للموظفين اول يوم وصولهم، فهذا جدا مهم ان نحدد المهام حقته. ولو تلاحظون من ضمن المهام اسبوعيا لازم يطلب من الموارد البشريه لستة الموظفين اللي بيجون اللي بيداومون. قبلها بثلاث أيام لازم ترسل، خلال ثلاث أيام قبل وصول الموظف لازم ترسل رسالة الترحيب بالموظف. أيضا المكتب لازم يكون جاهز، نعلم السوبرفايزر، نجهز الباكج حقت الأورينتيشن اللي هي نفسها، هذا الملف يكون جاهز معانا، لأن بعض الأحيان يجي هذا المسؤول حق الاورينتيشن ويطبع التشيك ليست وبعدين يعني ما يكون عنده الملف، بس يكون عنده مسؤولياته هو. نجي هنا على البوست ارايفل، هذه مهام بعد وصول الموظف، كيف ان يقابل الموظفين الزملاء والمدراء، نعلمهم على Department Goals، أهم الأهداف للمنظمة، وأشياء كثيرة من ضمنها الـ Onboarding Questions اللي هي الـ Orientation Checklist. هذه أيضاً في Checklist ثانية للـ Supervisor وغيرها. طبعاً زي ما تشوفون هنا في مهام لكل شخص، في له مهام مخصصة لهذا الشخص. الـ HR Coordinator له مهام، السيفتي كوردينيتر له مهام، وهكذا. يعني هنا نفس الطريقة بعد بالضبط،
السوبرفايزر عند المهام العايزة اللي هم الاي تي عندهم مهام. طبعا من ضمن المهام الاي تي ان نجهز الاكسس، ان نجهز الكمبيوترات وهكذا. طيب زي ما قلنا نقدر نرجع للمين بيج او نقدر من هنا على طول نروح للاونبوردينج كويستشنز. لو نضغط هنا الان لو تلاحظون هذه كل الاسئله اللي المفروض نجاوبها للموظف الجديد. زي ما قلت هذه الاسئله ماخوذه من البست براكتسز حق شيرب، البست براكتسز حق الادارات الثانيه، البست براكتسز حق اليونيفرسيتيز او الجامعات اللي سوينا معاهم بنش مارك. طبعا زي ما تشوفون الموظف الجديد غير لما يكون عندي واحد او واحده منتقلين من اداره اخرى داخل الشركه، فالتشيك ليست تختلف. يعني انا مش معقول اني اقعد مع موظف منتقل من اداره ثانيه واعلمه ما هو تاريخ الشركه وايش هي الشركه ونبدا عن الشركه. خلاص يعني انا عندي موظف اوريدي حضر. نفس الشيء بالنسبه للبوليسيز والبروسيجرز المانيوالز حقتنا وهذه الاشياء، هذه صعبه اني اجيب موظف يعني قديم عندي واجي اشرح له. نفس الشيء بالنسبه للاشياء هذه زي دريس كود وغيرها. نجي عند الكومباني والهيستوري. شوفوا كيف قسمنا الهيستوري حق الشركه بالجرافيكال انترفيس هذا، وطبعا هذه نشرحها للموظفين كلهم الجدد اللي جونا بهذه الطريقه. كل 10 سنوات اهم الاحداث في هذه العشر سنوات. نجي نشرح لهم ايش الفرق بين الادمن اريا والديبارتمنت والفانكشن، وفي لينك هنا طبعا انا شلته اللي هو يوديك على اللي هي الهيكل التنظيمي للشركه او اللي يسمونه الاورج ستراكشر. هنا ايضا اللي بعدها البريف فيوتشر اوبورتونيتيز وافيلبل ريسورسز، هذا طبعا لينك داخل الشركه لبعض الاشياء اللي موجوده المخصصه للتدريب للموظفين. يعني يقدر الموظف او الموظفه يروح ويشوف اهم الفرص التدريبيه اللي موجوده داخل الشركه ويقدر من اول يوم يتعرف عليها. وهذا شيء زي ما قلنا في البدايه يزيل الخوف ويزيل الرهبة عند الموظف. هل أنا لي مستقبل؟ هل أنا لي تدريب؟ كيف راح يكون مستقبل التدريب؟ ومع هذا يعني مع أن احنا نزور هذه المواقع ونوريهم إياه في أول يوم، لكن تظل هناك أسئلة كثيرة عند الموظفين الجدد. طيب مين اللي يستحق التدريب هذا؟ كيف نحصل عليه؟ وهكذا. فالواحد لازم يكون جاهز لاستقبال هذه الأسئلة. أيضا introduce the newcomer to the unit members، زي ما قلنا تعريفهم بالموظفين اللي هم الأصدقاء. هنا طبعا أنا برضه هذا شلته لأن عندنا safety handbook يعني داخل الشركة مكون من 92 صفحة، اختصرناه في صفحة تشبه هذه الصفحة. يعني تسوي كذا وتقدر تتصفح الهاندبوك كامل، وهذا الشيء يعني اختصرناه في 3 صفحات بس من 92 صفحة، والحقيقة كان إنجاز كبير اختصار هذا السيفتي هاندبوك بدون الإخلال بمحتوى. أيضا الاسمس هذا اللي يسمونه سيفتي مانجمنت سيستم، وهذا لازم نعرف الموظفين كلهم بهذا السيفتي مانجمنت سيستم. يتكون من 11 عنصر اللي هي اهم مقومات السلامه في الشركه، وهذا يعني موجود ومتاح يعني للموظفين الجدد اللي يجونا نعرفهم عليه ونمشي عليه واحد واحد ونعرفهم عليه واحد واحد باختصار. ايضا في كان عندنا لينك هنا برضه نفس الشيء للمانيوال حق الشركه، الاتش ار مانيوال والجنرال انستراكشنز،
وايضا في كان لينك برضه هنا حق الايفالويشن، وهنا الفاليوز والكريتيكال بيهيفيرز والكور كومبتنسيز حقت الشركه، هذه العامه ما هي جدارات الموظفين، هذه الجدارات اللي الشركه اللي هو who we are how we work what we do الكوربريت فاليوز والكريتيكال بيهيفيرز والكور كومبتنسيز. طبعا احنا داخل البرنامج في عندنا لينكس هنا موجوده كانت للدخول والتعرف على كل واحد من هذه بالنسبه للموظف وكذلك للمدير، فمهم انهم يعرفون الفاليوز، وفي تعريف خاص بالموظف وتعريف خاص بالمدير لكل واحده من هذه البيهيفيرز. ايضا في زي ما تشوفون جرافيكال انترفيس هنا للدريس كود او اللي هو الكود حق اللبس، كيف اللبس المسموح داخل الشركه او الدريس كود. فلو جينا هنا على سبيل المثال وضغطنا راح يطلع لنا اهم الاشياء اللي ممكن تشرحها الموظف في اول يوم، وممكن اني ارجع هنا للدريس كود او المين بيج او ارجع للاونبوردينج كويستشنز. هنا هذه طبعا لكل واحده طبعا من هذه كان في كثير من الشغل، اما ان احنا كنا نبحث داخل الشركه او زي هنا قلنا لو جانا موظف اجنبي من برا الشركه، يعني مش معقول ان يعني نروح نتعامل معاه في حاجه يسمونها cultural aspect اللي هو اشياء لها علاقه بمجتمعنا وكيف الفروقات المجتمعية بيننا وبين الأجانب وإيش لازم نركز عليه. فالحقيقة هذا كان يعني تحدي كبير إن إحنا نروح وندرس أهم الأشياء اللي تفرق مع الإكسباتس لما يجونا أو الأجانب، وإيش الأشياء اللي لازم يعرفونها من أول يوم. فرحت أنا عملت دراسة كبيرة يعني، ورحت شرم ورحت يعني دورت في أشياء لها علاقة بالدراسات اللي لها علاقة بالإنجيجمنت، وحصرت الكالتشرال أورينتيشن بالأربعة أشياء هذه: religious considerations أشياء لها علاقة بالدين وأشياء لها علاقة بالمجتمع عندنا وأشياء لها علاقة بالسيفتي وأشياء أخرى دمجتها كلها وضعتها هنا. طبعا ما راح احطها كلها يعني، راح اتكلم بس عن religious considerations. بس قبل ما اتكلم عنها، هذه برضه عندنا classification لحاجه يسمونها data leakage او تسرب المعلومات، فكيف نحكم هذه الاشياء. فهذا شيء كان لازم يعرفونه الموظفين من اول يوم على اساس ما يعرضهم للمساءله، فهذا شيء جدا مهم نعرضه للموظفين فنعرضه من أول يوم. في قسم له طبعا بس زي ما قلت لكم هذا شلناه. وreligious considerations هذه الأشياء اللي نعرف الأجانب فيها، تتكلم عن الشريعة law وأن هذا هو law حق السعودية وإيش الأشياء أهم الممارسات الدينية وأشياء اللي لها علاقة بالإجازات في السعودية الرسمية، وان احنا نستخدم الهجري ديت. هذا الموضوع حقنا، واتمنى اني ما اطلت عليكم، واتمنى انه كان موضوع مفيد، وانا جاهز لاي سؤال تطرحونه، واشكر لكم استماعكم كلكم. الله يجزاك خير وكتب الله اجرك، وما شاء الله تبارك الله أجدت وافدت واختصرت، وعلى الوقت الله يبيض وجهك يا أستاذ رامي. وجهك. إلى جميع الأخوان يعني الحضور، أعزائي الحضور، طبعا الأستاذ رامي أعطاني بريف كامل عن هذا المشروع، وأنه أخذ أكثر من جائزة في كذا مؤتمر، آخرها جائزة في مؤتمر دبي الموارد البشرية والمؤتمر العربي الموارد البشرية، وعمل جبار صراحة. وجزاكم الله خير على هذا المشروع يا أستاذ رامي، لأنه في سؤال هنا، في سؤال في الشاتنج أو
أو أحد الأخوان معلق يقول الفكرة يعني أنه يا ليت الجهات الحكومية يعتمدونه، فأظن أنه مفسوح أو الاستطاعة في أنه تستطيعون أستاذ رامي أو أنه التعاون مفتوح في هذا المجال من ناحية هذا البرنامج اللي يبغى يتعاون معك يتواصل معك من خلاله. نعم طبعا، بس علشان يكون الموضوع واضح، الحقيقة البرنامج هذا يعني على أن شكله صعب لكنه مو صعب، يعني هذا البرنامج معمول بالباوربوينت، فتخيلوا يعني جدا بسيط عمله وشوفوا كيف يعني شكله جميل. يعني أنا يعني يمكن شهادتي مجروحة، لكن يعني كثير من الناس اللي شافوه ما صدقوا ان هذا معمول بالباوربوينت، والبرنامج كامل معمول بالباوربوينت. بامكانكم يعني تاخذون نفس هذه الناس اللي تحتاج انها تاخذ هذا البرنامج، انا ممكن ارسل لهم اياه ويستخدمون البرنامج زي ما هو. ممكن اضافه الاشياء اللي انتم تحتاجونها بالطريقه اللي انتم تحبونها وتعدلون عليه. طبعا انا ما اقدر اشارك البرنامج زي ما قلت لكم كامل، فهذا اللي قدرت اشاركه معاكم، لكن من هنا اعتقد انه بدايه جيده انكم تبدون وتسوون البرنامج اللي انتم تبغونه بالشكل اللي انتم تبغونه، حتى تعربونه اذا بغيتوا. فسهل ما دام معمول باوربوينت، اعتقد انه جدا سهل يعني، وانا مستعد حتى للتعاون ب يعني بالطريقة اللي أنتم تحبونها. وهذا طبعاً يعني وسائل التواصل للناس اللي تبغى تتواصل معي. ممتاز، جميل، جزاك الله خير. أستاذي الفاضل، هناك أسئلة يعني تكررت أكثر من مرة، يعني سؤالين أو ثلاثة أسئلة، اللي هو ما هو المدى الزمني لهذا البرنامج، أو كم المدة للأونبوردينج، مرحلة مدة برنامج الأونبوردينج كامل؟ إيه، احنا الحقيقة ما سوينا، لان احنا اصلا عندنا يعني برنامج تدريبي يعتني بالموظفين الجدد، فاحنا ما سوينا سنة، احنا سوينا 6 شهور، وهي الفترة اللي يعني نحتاج ان احنا نخلي الموظف عندنا على اساس يتعرف على الادارة قبل ما نرسله الى رحلة تدريبية في اقسام ثانية. فاحنا متعمدين عملنا لمدة 6 شهور، لان هذه يعني هذا يعني المدى اللي احنا نطمح ان احنا نخلي الموظف عندنا موجود قبل ما نرسله الى تدريب. عندنا برنامج تدريبي طبعا لمدة 3 شهور، اقصد 3 سنوات، ينتقل الموظف او الموظفة بين الادارات ويتعلم طبعا ويتدرب طبعا on job training. جميل جميل. طيب أستاذ رامي، في ظل الجائحة الحالية، هل هناك أي توجيه للمساعدة في دمج الموظف في بيئة العمل، حيث أنه بعض الموظفين التحق بالمنظمة خلال الجائحة أو تم استقطابه خلال الجائحة؟ اي نعم. أولا يعني كويس ان الان يعني كثير من المنظمات، اذا ما كان تقريبا كلها ما عدا المنظمات تقريبا الصناعيه، الشركات الصناعيه والشركات اللي تحتاج وجود الموظفين يعني وجود فعلي في المقر، تعتمد على الاي ليرنينج. الان كل التعليم الان صار تعليم الكتروني، فهذه بالعكس هذه فرصه كبيره جدا لاستغلال هذه الفترة في تدريب الموظفين أونلاين. وإحنا يعني من بداية السنة إلى الآن الموظفين ما شاء الله اللي موجودين عندنا الحقيقة استغلوا الفترة هذه استغلال مو طبيعي يعني في التدريب. يعني تقريبا عندنا معدل التدريب من بداية السنة إلى الآن تعدى 6 كورسات لكل شخص، وهذا عدد يعني ممتاز يعني يعتبر، وانت الان ما وصلت نص السنة يعني. فعندنا اصلا موظفين عدوا 6 كورسات طبعا، بس انا اتكلم عن معدل التدريب.
في المنظمة. في بعض الموظفين وصلوا أكثر من 10 كورسات، بعض الموظفين خذوا 2-3 لأن قاعدين يؤدون عمل. فالشغلة الثانية المهمة طبعاً لاندماج الموظفين، طبعاً زي ما قلنا إحنا الأونبوردينج مع متعلق كثير بالاندماج، فجداً مهم التواصل المستمر مع الموظفين. يعني بشكل يومي لازم المدير يكون متواصل بشكل مستمر مع جميع الموظفين عنده، يتابع المهام، يتابع تدريبهم. هذا مهم جدا. يعني ايضا يعني برامج الاونبوردينج هذه لا تخلو من هذه الاشياء، يعني لازم الواحد يصمم برنامج يخلي الموظف او الموظفه يتعلم الاساسيات بعمل الشيء، وبعدها يبدا ينتج الموظف. يعني اذا ما يتعلم الاساسيات ما يقدر ينتج. فأعتقد أن الطريقة اللي لها علاقة بالإنجيجمنت بشكل كبير، ويعني استخدام الإي ليرنينج والمهام التاسكات والريدينج ماتيريال، وتأكد أن الموظف أو الموظفة خلصوا هذه المهام، جداً مهم. يعني أنا أشوف الحين يعني معظم الإي ليرنينج يعني يكون فيه اختبار يعني بعد ما يخلص الإي ليرنينج، اللي هو الاسسمنت حق البرنامج. نعم. طيب سؤال، هل هذا البرنامج مخصص فقط للخريجين او المبتدئين في العمل او قليلي الخبره، او ممكن انه يستفاد منه لاصحاب المناصب القياديه والاكوزيشنز، الناس اصحاب المواهب او الاداره المتوسطه؟ اي نعم. اولا زي ما شفتوا يعني البرنامج في التشيك ليست فيه في نوعين من الموظفين، اللي هو خليني ارجع هنا، اللي هو الامبلويز الجدد والناس اللي انتقلوا الى المنظمه. وهذا طبعا يجاوب على السؤال اللي هو هل هو مخصص الموظفين الجدد ولا لا. طبعا في بعض الاجزاء اللي لها علاقه بالاونبوردينج هذه مخصصه للموظفين الجدد، لكن الاشياء اللي لها علاقه بالجدارات المعذره وين وصلنا، اي الاشياء اللي لها علاقه بالجدارات هذه من هنا وطالع، هذه كل الموظفين، لان هذه تعتبر سوفت سكيلز. لكن في مهارات مخصصة للقيادة ممكن يكون بعضها موجود هنا بعضها لا. يعني مثلا هذا lead proactively and inspire، هذا يعني جدارة واضحة أنها يعني للليدرشيب. لكن في بعض الأشياء الثانية، وعلى فكرة يعني بعض الجدارات هذه موجودة، يعني زي هذا مثلا plan and organize work، foster teamwork، موجودة بمسمى ثاني تحت الجدارات حق هارفارد مانجمنتر. أنا وجدتها بمسميات كثيرة، يعني أنا درست جدارات هارفارد مانجمنتر، درست جدارات اللي هو الأوبيكيو، إذا تعرفون الأسسمنت حقت الأوبيكيو، درست المهارات حقتها. عندهم اللي يسمونه اليونيفرسال كومبتنسي موديل أو يونيفرسال كومبتنسي فريمورك، عندهم مجموعة competencies أو جدارات، موجود كثير من الجدارات هذه موجودة هناك. لكن في يعني بعض الجدارات اللي ما هي موجودة قليل جدا اللي مخصصة للقيادية. غير كذا يعني معظم تقريبا كل الجدارات هذه تنطبق على جميع الموظفين. والناس يعني أنا أنصح إن يعني إن على أساس إن خليك من الموظفين الجدد، ممكن طبعاً تسوي لهم assessment، بس إذا عملت assessment للموظفين اللي هم في الميد مانجمنت، لأن معظم المنظمات يقول أنا كيف يعني أروح أخسر assessment على كل الموظفين اللي موجودين عندي، راح يكون جداً مكلف بالنسبة لي. لكن في ناس يعني طبعاً يختارونهم، ويكون في مثلاً High Potential Program عندهم، Succession Planning وأشياء زي كذا، اللي هي طبعاً برامج القيادية هذه.
فعلى هالأساس يروح يسوي assessment وتطلع نتائج الassessment ويصير مثلا عندهم احتياج في التدريب في مجالات معينة. وعادة هذه الassessment تكون مبنية على الجدارات ويكون فيها اقتراحات للتدريب في مجالات معينة. فتأكدوا أن كثير من المجالات اللي تطرح أو الكومبتنسيز اللي موجودة في هذه الassessment عادة تكون من ضمن المهارات اللي مذكورة هنا. فاختصار الجواب نعم، يعني ممكن يستخدم للجميع. هذا الكومبتنسي فريمورك عمل على أساس يناسب الجميع، وأنا درست كثير من الجدارات في جميع المستويات، كثير كثير منها إلا الجدارات اللي تكون مخصصة بأعمال معينة. يعني كيف مثلاً واحد ميكانيكال إنجينير مثلاً يدرس الريليف فالف مثلاً، يعني هذه جدارات خاصة بالإنجينيرز، ما هي جدارات عامة. أما الجدارات اللي لها علاقة بالموظفين لا، هذه على جميع المستويات. جميل جميل، جزاك الله خير، شرح وافي وواضح. الأسئلة تكثر وترسل لنا بشكل دائم ما شاء الله. طيب، هل يتم دمج نتائج تفاعل الموظف ضمن الأنبوردينج مع تقييم الأداء السنوي؟ احنا عندنا يعني في خصوصا للموظفين الجدد في عندنا يعني كل 6 شهور يتم تقييمهم، ومن ضمن الأشياء اللي احنا نقيمهم عليها اللي هي يعني الجدارات هذه. طبعا احنا اخذنا الجدارات هذه واستخدمت كثير في أشياء كثيرة، يعني سوينا performance management system للموظفين الجدد، لأن طبعا الجدارات المتعلقة بالموظفين الجدد ربطناها بهذا السيستم حقهم. طبعا للتقييم يختلف اختلاف كلي عن الموظفين اللي قديمين اللي عدوا 3 سنوات، طريقة تقييمهم مختلفة. فرحنا احنا وربطناها بالجدارات هذه ببرنامج التدريب حقهم، واعطينا لكل سوينا منتورشيب بروجرام وربطنا كل موظف جديد بالمنتر حقه، وخلينا المنتر يقيم الموظف على هذه الجدارات. وطبعا من ضمن الاشياء اللي هي زي ما شفتوا انتم في المهام، خليني ارجع معلش نرجع شويه، شوفوا هذا اللي نسميه الاورجانيزيشن ريبريزنتاتيف او ايش اللي نسميه احنا اللي هو ما ادري والله بالعربي ايش. المهم ان هذا الشخص اللي مسؤول داخل المنظمه عن تطبيق البرنامج يكون على تواصل مستمر مع المنتر، فيقعد مع المنتر وبشكل مستمر عندهم زي التشيك ليست على اساس انهم يخلصون المواد التدريبيه اللي داخل الجدارات هذه. واذا كان الموظف او الموظفه، طبعا احنا الريكومنديشن حقنا انه يخلص على الاقل one learning activity من اللي موجودة في كل جدارة، مو هو لازم يخلصهم كلهم. لكن إذا جاء التقييم حق الموظف وصار عنده ضعف في واحدة من الجدارات هذه، يجب أنه يروح ويرجع وياخذ بقية المواد التدريبية اللي موجودة داخل اللي هي هذه جميعها. فبعدها يعمل assessment ويتأكد المنتر أن يوقع طبعاً أنها خلصت. يعني إحنا ما أخذناها إلى بعد آخر بعدها، لكن ممكن الواحد أن يشوف الإيفاليويشن اللي بعده، يشوف التقييم اللي بعده ويقدر يحكم إذا تطور الموظف أو الموظفة في هذه الجدارة ولا لا.
طيب جميل، جزاك الله خير. طيب سؤال، هل كان في مقاومة ريزيستنس من الموظفين تجاه الدورات التعليمية خلال طبعا الانبوردينج أو غيرها، وكيف تتم التعامل معهم؟ والله ما كان في مقاومة، لأن هذا كان متعلق بالتقييم، هذا أول شيء. ما كان في مقاومة، كان تقريبا في مقاومة من المنتورز، لكن تم عمل كثير من الدورات لهم كيفية استخدام البرنامج. ويعني الحقيقة شوف، يعني احنا كان عندنا تحدي كبير في البداية في التقييم، تقييم الموظفين. الموظفين الجدد يعني ما كانوا يقيمون على الجدارات، كان لهم طريقة تقييم مختلفة شوي، وكانت يعني بطريقة عامة ونوعا ما ما كان فيها، يعني كان فيها الفيرنس قليل. وعلشان كذا كان سهل على المنتورز أنهم يقبلون هذا البرنامج، لأنه يسهل عليهم طريقة التقييم. التقييم راح يكون عن طريق الجدارات، يعني نشوفهم ونقيمهم عن طريق الجدارات، ونقيم كل جدارة بطريقة واضحة وبتعريف واضح، لأن احنا أخذنا التعاريف هذه اللي هي learning objectives وحطيناها داخل الجدارات، واستخدمناها ك يعني قاعدة للتقييم، لتقييم الموظف أو الموظفة. طبعا بالإضافة إلى، يعني لو انسألنا طيب الموظف أو الموظفة كيف راح يقيم على technical knowledge، ما هو soft skills؟ فلو تشوفون هنا تحت learning growth and leadership في incorporate technical knowledge، فهذه واحدة من الجدارات اللي حطيناها احنا متعمدين على أساس تقييم التكنيكال نوليدج حق الموظفين. وطبعاً كل موظف أو موظفة في objectives تنحط قبل ما يبدأ فترة التدريب، ويقيم عليها الموظف تحت incorporate technical knowledge هنا. جميل جميل. طيب عطفاً على الجدارات يا أستاذ رامي، ما ذكر في موضوع الجدارات يتعلق بجميع الموظفين وليس الموظفين الجدد فقط، ما هو تعليقك؟ هذا تعليقه صحيح. نعم، بس يعني احنا قلنا الاونبوردينج والبري ارايفل والبوست ارايفل تشيك ليست مو كلها تطبق على الجميع، لكن هذه تستخدم كبيسز لي لو احتجت انا اوظف ادرب موظف قديم عندي. طبعا انا ما عاده انا ما استخدمها لتدريب الموظفين القديمين، انا يعني استخدمها للاونبوردينج اكثر شيء، بس انا فعلا احتجتها بعدين لتدريب الموظفين القديمين. يعني في بعض الاحيان كانوا يجوني موظفين قديمين يقول والله انا يعني ما عندي كورسات عن الكوميونيكيشن مثلا، فكان يعني عندي برنامج متكامل أشارك معاهم ويقدرون يدخلون ويعني يختارون أي واحدة من هذه الجدارات ويتدربون فيها، ولكن ما يقيمون عليها. جميل. أيضا جميل. يعني ما أجبر الموظفين القديمين أنهم يخلصونها، يعني ما أروح مثلا أعطيها وأدمجها لهم في نظام التقييم، لأن زي ما قلنا نظام التقييم حق الموظفين القديمين نظام مختلف تماما ومعتمد على جدارات معينة، فما يعني أخليه إلزامي عليها. جميل جميل، جزاك الله خير. طيب سؤال يقول under what part is the employee shadowing؟ employee shadowing هذا مش موجود في هذا البرنامج، هذا موجود في البرنامج اللي قلنا لكم عنه اللي هو 3 سنوات، برنامج 3 سنوات. هذا فيه شادوينج كثير، لكن هنا ما في شادوينج، هذا يعتمد على 4 طرق للتدريب فقط، اللي هي الكورسات، الكلاس روم، الليرنينج، التاسكس، والريدينج ماتيريال فقط.
ما في شيء ثاني معها. جميل. طيب هل جاهزية المكاتب مهمة لدرجة أنني أتأخر في مباشرة الموظف الجديد أو أؤخر مباشرة الموظف الجديد لأجل مكتب؟ يعني أنا أشوف أن الطريقة للترحيب بالموظف أني أنا أفرحه بمكتب يعني أما يجي ما يلاقي مكتب وكل يوم قاعد على كمبيوتر وكل يوم رايح مكان، يعني أنا أشوف أنها ما هي طريقة يعني حلوة للترحيب بالموظف. أنا أشوف أنه مهم إلا إذا كان يعني الشركة ما يلزم حضور الموظفين، يعني زي الآن عندنا الآن في وقت الكوفيد 19 يعني صعبة أني أخلي الموظفين يجون المكاتب، وإحنا في الحالة هذه يعني طريقة العمل عن بعد طريقة فعالة الآن. وإذا كان طبعاً في نسميها كلتشر في الشركات. جميل. لا كل شركة لها كلتشر مختلفة. في ناس عندهم flexible work arrangement، في ناس عندهم الدوام عن بعد. يعني في ناس مثلا أنا أعطيك مثال، يعني مثلا بعض الشركات توظف help desk، فالhelp desk مو لازم إنه يداوم في أول يوم، لكن إذا كان الhelp desk ما عنده access أول يوم هذه مشكلة. يعني أنا المفروض أني الآن أداوم وأتعرف على الشركة وأحد يجي يعرفني على طريقة العمل وكذا، واجي أتفاجأ أني ما أقدر أشبك على الشركة ولا أقدر أتواصل مع أحد، فهذه مشكلة. طبعاً الأكوميديشن اللي طبعاً في أمريكا في حاجة يسمونها reasonable accommodation، وهذه إجبار من يعني بالقانون للمنظمات إنها تراعي حالات الموظفين كلاً على حدة. يعني مثلاً جاني موظف معاق، جاني موظف عنده طريقة معينة للعمل مجبر أنه يعمل فيها، ففي نظام يسمونه reasonable accommodation، وهذا يجبر المنظمة أنها تتعامل مع الموظف وتوفر له البيئة الصحيحة لأداء عمله. فأنا يعني ما أعتقد أن إحنا يعني عندنا إحنا طبعا في نظام العمل هذا الشيء، ولكن هناك عندهم بشكل يعني أكثر صرامة من هنا. جميل جميل، جزاك الله خير وكتب الله أجرك. أستاذ رامي هذا آخر سؤال، ولعل الوقت يعني أزف إلى أغلاق الجلسة والختام، هل ممكن عمل هذا البرنامج بأثر رجعي للموظفين؟ يعني ما أخفيكم أن يعني في البداية يعني أول ما طبقناه طبعا كان جدا بدائي، ما كان بالشكل هذا، يعني كان أكسل شيت وكانت الجدارات مختلفة، وكان يعني عملنا أشياء جدا بدائية في البداية. وبعدين أنا تقريبا في 2018 حولته بالشكل هذا، وبعدين يعني عملت عليه بعض التغييرات، كل سنة أطوره شوي، ولكن في البداية فعلا يعني كنا نعملها بأثر رجعي، خصوصا إن كان يجونا يعني في الأسبوع نتوقع يمكن حدود أحيانا 5 أشخاص 10 أشخاص، فصعب أني أنا أجي كل يوم وأعمل الأورينتيشن كل يوم كل يوم كل يوم، فأصير أكرر نفسي، فأروح أعمل سكيدولينج إلى نهاية الأسبوع. طبعا في البداية ما كان عندنا بري أرايفل، بعدين أضفنا البري أرايفل وصار عندنا يعني استقبال الموظفين قبل ما يجون واتصال فيهم، ويعني صار فيه تغييرات في السيستم، لكن في البداية لا. يعني أنا أنصح إن إحنا نبدأ بشيء، يعني ترى المشاريع ما تبدأ دائما بأروع شكل ممكن، الواحد يبدأ بشيء بسيط وشوي شوي يطوره، وراح في النهاية يشوف إن المشروع هذا صار من أروع ما يمكن. جميل جميل. طبعا جزاك الله خير وكتب الله أجرك يا أستاذ رامي على هذا العرض الأكثر من رائع، و يعني أشياء جديدة ومعلومات قيمة، وجميل أن الواحد يرى ما في الطرف الآخر، يعني من الشركات الأخرى من احترافية ومن أداء
وإن شاء الله أنها تنتقل إلى ثقافة حكومية للجهات الحكومية والمنظمات يعني الناشئة أو الشركات المحلية التي تود أن تستفيد من مثل هذا المشاريع والبرامج التي تعكس الصورة الجميلة وهوية الشركة الاحترافية في ذهن الموظف الجديد. باسمنا جميعا أستاذ رامي نشكرك على هذا العرض الرائع، باسم إدارة النادي وباسم جميع الأعضاء نشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خير وكتب الله أجرك، ونشكر الجميع على الحضور والتواجد في هذه المساء والمشاركة بالأسئلة والأطروحات، جزاكم الله خير جميعا. وهناك تنبيهات بسيطة، أولا هذه ندوة وليس لديها شهادة حضور كحضور الدورات. الأمر الآخر، العرض سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى متاح لأعضاء النادي على موقع النادي، المادة التدريبية أو المادة الندوة الشرائح والسلايدز، والتسجيل الأمسية هذا المساء سيكون بإذن الله مرفوعا على قناة اليوتيوب، قناة النادي باليوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك أستاذ رامي وكتب الله أجرك، ونشكركم إخواني على حضوركم ومشاركتكم واهتمامكم في هذا المساء. كلمة أخيرة أستاذ رامي. وأنا أشكر الجميع على الحضور، وأشكرك أستاذ سعد، وأشكر أستاذ سعود، وأشكر النادي على هذه الاستضافة، وإن شاء الله أنا حاضر لأي استفسار في السلايد الأخيرة خلينا نجيبها، وأي استفسار أنا حاضر. الناس اللي تبغى تتواصل معي على الخاص وعندها استفسارات إضافية أنا حاضر في أي وقت، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا.